للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري. أهلا بك كريم. يعني تضعنا وتضع المشاهدين في تفاصيل استعدادات مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الذي يبدأ يوم الاثنين القادم بإذن الله. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي التلفزيون المصري، وكل عام المصريين بخير. فعلا من أرض السلام نتحدث من شرم الشيخ التي تستضيف منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وكما ذكرتم من قبل بالفعل هذه المواضيع الهامة التي سيتم مناقشتها على مدار الأيام القادمة أو المقبلة بإذن الله. منذ وصولنا لأرض السلام لمطار شرم الشيخ وجدنا الاستعدادات بالفعل، الشباب الذين تطوعوا لتنظيم منتدى شباب العالم متواجدين داخل مطار شرم الشيخ لاستقبال الحضور من جميع فئات المجتمع سواء داخل مصر أو خارج مصر، الشباب المصري، الشباب الأجنبي، وأيضا القيادات السياسية والرموز الفنية المختلفة سيتواجدون داخل منتدى شباب العالم. هنا متواجدين الشباب داخل المطار لاستقبال الزوار وتوجيههم للأماكن المخصصة لهم، أيضا لتسهيل عليهم الإجراءات حتى وصولهم داخل الفنادق المتخصصة لهم لتسكينهم قبل حضور المؤتمر. بدأت بالفعل منذ أمس، كان هناك أيضا هؤلاء الشباب هناك أماكن مخصصة داخل مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال الزوار وتوجيههم للأماكن المخصصة لهم وأيضا إعطائهم التصاريح الخاصة بالمنتدى، ولكن أيضا كان هناك توجيهات بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتوجيه بارتداء الكمامات، وأيضا فور وصول الوفود للفنادق أو للأماكن المخصصة لهم لتسكينهم قبل المؤتمر يقومون بهذا الكشف السريع أو رابيد تيست للتأكد بعدم وجود أي شبهة من شبهات فيروس كورونا. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا كما تحدثتم عن فكرة المحاور الثلاثة التي يستخدمها دائما منتدى شباب العالم، وهو السلام والإبداع والتنمية. السلام ليجمع الشباب منذ 2017 وحتى هذا العام، أيضا الإبداع ليساعدهم على الإبداع عن طريق هذه المحاكاة وهذه أيضا الورش التي يتم تنسيقها قبل المنتدى وخلال المنتدى، وأيضا التنمية خصوصا لنا في ظل التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضا أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالقارة الإفريقية 2063. إذن بالطبع هو يعني توأمة كاملة بين هذه المحاور الثلاثة بالطبع لتوجيه الشباب وتحفيزهم على مستقبل أفضل هنا من شرم الشيخ، وأي مكان بالفعل أفضل لاستقبال السلام خيرا من أرض السلام. ستبدأ الفعاليات بالطبع في 10 يناير وتستمر حتى 13 يناير في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا داخل المنتدى كالعادة، ليكون هناك هذه اللقاءات المباشرة بين الشباب والقيادات السياسية أيضا، ولعرض الأفكار المختلفة سواء من الشباب المصري وتبادل الثقافات بين الشباب المتواجد هنا، وأيضا سن الشباب هنا من 18 عاما حتى 40 عاما هذه بالنسبة للحضور، أما بالنسبة طبعا القيادات السياسية أو الرموز الفنية فجميع الأعمار متواجدة، وربما من أهم الرموز الفنية التي ستكون متواجدة داخل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هي بالطبع بطلة مسلسل لاكاسا دو بابيل، وهو أحد المسلسلات الأسبانية الهامة جدا التي كان لها تأثير خلال الفترة الماضية والتي نشرت لها فيديو خاص على موقع منتدى شباب العالم بوجودها، وهي لشبونة أو ركال المشهورة بركال داخل لاكاسا دو بابيل. إذن رموز فنية كثيرة، شباب كثيرين سيكون متواجدين بالفعل خلال هذا المنتدى، وسنتابع سويا على مدار الأيام القادمة الاستعدادات الخاصة بالمنتدى، وأيضا الندوات الخاصة سيكون لها متابعات خاصة معنا على التلفزيون المصري. والآن عودة إليكم. بالتأكيد أشكرك كريم بيبرس على كل هذه التفاصيل. كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري من أرض السلام من شرم الشيخ.